أهلا بكم في المناظرة اليومية. صدقت لجنة الكنيسة في جسد خاص اليوم على طلب النائب العربي أحمد الطيبي بالانشقاق عن القائمة العربية المشتركة، وذلك من أجل خوض الانتخابات البرلمانية الوشيكة في إسرائيل بصورة منفردة. وكان الطيبي تقدم إلى اللجنة الخاصة التابعة للكنيسة رسميا طلبا للانشقاق عن القائمة المشتركة، وهي القائمة التي ضمت كافة الأحزاب العربية في كتلة برلمانية واحدة في الانتخابات الماضية وحصلت على 13 مقعدا، والنائب الطيبي ممثلا داخل القائمة المشتركة عن حزبه العربية للتغيير، وحصل على عضوين في بداية الدورة البرلمانية، في حين قال أيمن عودي رئيس القائمة المشتركة إن الذي يريد تفكيك القائمة المشتركة هو أولا نتنياهو، ومن يريد أن يفكك الوحدة بين الجماهير العربية هو اليمين المتطرف. وعقبت عضو الكنيسة عايدة توما من الجبهة الديمقراطية في تغريدة لها على تويتر قائلة إن القائمة المشتركة ستستمر، ومن يقرر الخروج منها سيحاسبه الجمهور. بحسب البند 59 لقانون الكنيسة من عام 1994 والبند 10 لقواعد الكنيسة، الطبو صدقة لجنة الكنيسة الانشقاق عن كتلة القائمة المشتركة التي هي بمثابة كتلة أحزاب وفق الاتفاق الذي قدم لرئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة العشرين، وتضم جبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع والقائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير. ولنقاش هذا الموضوع معي في الاستوديو السيد احمد ابو عماد محمد خبير شؤون الحزبيه، مرحبا بك. والسيد باسل دراوشي محامي وناشط سياسي ومرشح سابق في القائمه المشتركه، مرحبا بك. ابدا معك ابو عماد في البدايه، الى اي مدى القرار من قبل الطيبي يؤثر على القائمه المشتركه في البدايه؟ نعم، نحن نتحدث بالاساس عن 140 الف صوت. هل يستطيع احمد الطيبي الوصول الى 140 الف صوت؟ احمد الطيبي هو يريد الذهاب في قائمة لوحده تشمل مازن غنايم رئيس بلدية سخنين السابق ورئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية، هو أيضا كما يبدو سيضمن المكان الثالث لأحد المرشحين من قائمة ناصرتي، والمكان الرابع لأسامة السعدي. السؤال الكبير هو هل يمكن لأحمد طيبي أن يصل إلى 140 ألف صوت؟ والسؤال الثاني هو أحمد طيبي يطالب باثنين من 11، واثنين من 11 على حساب مين؟ احنا نعرف انه بالتركيب الاولى اللي هي 11 نحن نتحدث عن اربع جبهة، عن ثلاث حركة اسلامية وثلاث تجمع، وكان واحد هناك للعربية للتغيير. احمد طيبي يريد كمان واحد داخل ال 11 كما يبدو، هو يطالب على حساب التجمع. هناك ضغط ممكن ان تكون قاعدة يطلب هذا الان؟ استطلاعات رأي في انتخابات 2013 حصلت الأحزاب، حصلت القائمة العربية الموحدة على أربع مقاعد تشمل الحركة العربية للتغيير وثلاث مقاعد للحركة السلمية، مع أنه كان في هناك تحالف أيضا مع الحزب الديمقراطي العربي. نتحدث عن الجبهة التي حصلت بأقل أصوات من القائمة العربية ولكنها حصلت على أربع مقاعد أيضا، أربعة وأربعة ثمانية، والتجمع حصل على ثلاث، نتحدث عن 11 مقعد. الآن كان في هناك مطلب لإقامة القائمة المشتركة بسبب رفع نسبة الحسم، تم الاتفاق على أن تكون هناك قائمة مشتركة، ركبوا الـ 11 مقعد بناء على التركيبة هذه 4-3-3-1. الآن كان السؤال هو كالتالي، ماذا نريد من القائمة المشتركة؟ نريد رفع نسبة التصويت، وبالتالي كان المنطق يقول أنه أي صوت يمكن أن تحصل عليه القائمة المشتركة فوق الـ 11 مقعد هو من صالح مين؟ الأربع أحزاب. وبالتالي كما نذكر 12 كان للعربية للتغيير أسامة السعدي، 13 كان للجبهة، 14 كان لجمع الزبرقة التجمع، و15 كان للقائمة العربية، كان للحركة الإسلامية الجناح الجنوبي. اليوم أحمد الطيبي يقول أنه في الشارع وقضية الشخصانية وقضية الاستعراضات والنجومية التي يحظى بها بدون أدنى شك على الجانب الشخصي أحمد الطيبي، يقول يا عمي أنا قاعد بس وأكثر من اثنين من أول 11. وهذا هو السؤال الآن. كما يبدو أحمد الطيبي الآن نريد أن نتحدث أيضا بقضية التناوب، لكن كمان شوي، لكن قضية التناوب هي أمان كقضية ضربت القائمة المشتركة. هناك من يتحدث عن أن القائمة المشتركة خلال عامين لم تعمل كهيئة واحدة، أنا أقول لك لم تعمل. هناك ناطق باسم القائمة المشتركة، أنا لا أريد أن أذكر اسمه، لكن هناك نعم هناك ناطق باسم القائمة المشتركة لم يتحدث خلال عامين بتاتا. القائمة المشتركة لم تعمل على قضية التناوب. الجبهة أيضا أخطأت، الجبهة أخطأت حينما لم تتنازل عن هذا المكان واعتقدت أن قضية التناوب قد انتهت، أما الحركة الإسلامية فقد تنازلت، نحن نعلم ذلك. حينما جاء أحمد الطيبي
ووضع وائل يونس، قال انه انا بدي احط وائل يونس في عدد ايام نفس عدد الايام اللي قاعد فيهم يوسف العطاوني. وين قضيه الجماهير؟ وين الاهتمام بالشارع؟ وين الاهتمام بالقوانين العنصريه؟ وين القانون القومي؟ وهذا الجمهور بيسالوا هذا السؤال اليوم. نحن اردنا رفع نسبه التصويت، نسبه التصويت كانت في 2013 54%، رفعناها الى 63% بال2015. الان نريد رفع نسبه التصويت، ولكن يعني ايش هو الشعارات اللي بتجي فيها على الجمهور؟ كما يبدو ان الانقسام يمكن ان يرفع نسبه التصويت ويمكن ان لا يرفع نسبه التصويت. سيد باسل، ما تحدث عنه سيد احمد، الى اي مدى جعل الجماهير العربيه في اسرائيل تفقد هذه الثقه بالقائم المشترك؟ يعني نقول للاسف الجماهير العربيه اليوم تعاني من حاله تشرذم، خاصه بعد انتخابات السلطات المحليه. ما زلنا نعاني من ويلات انتخابات السلطات المحلية، انقسام داخل كل بلدة والبلدة، ما زالت هناك مساعي لتوحيد والتحالفات في داخل السلطات المحلية العربية. مرشحي الأحزاب اختلفوا لأنهم مشكلين القائمة المشتركة، وهذا الأمر يعاني منه الوسط العربي. أحداث عنف ما زالت في هذا الإطار، فترى أن هناك ابتعاد نوعا ما للجماهير عن السياسة، عن السياسيين، عن الأحزاب. السبب يعود لعدم متابعة الأمور اليومية الحياتية للمواطنين العرب. الجماهير العربية في البلاد ترغب في من يتابعها، يعالج قضاياها اليومية، تشعر بوجوده في أفراحه، في أطراحه، في مناسباته الوطنية، في قضايا الهدم، في قضايا البناء، في المسكن، في قضايا التعليم والمنح الطلابية، في كل أمر وأمر يتعلق في وجوده. القائمة المشتركة عملت، ولكن للأسف الشديد في السنة الأخيرة قضية التناوب أخذت حيز أكبر من حجمه. وأنا في أكثر من مقابلة وفي أكثر من تصريح كان لي قلت وبصراحة كنت ممن يؤيد إبقاء النائب أسامة السعدي في موقعه إلى حين حل هذا الموضوع، لأنه أثبت كفاءته وقدرته. وللأسف أضعنا خلال السنة قضية التناوب على 4 أعضاء كنيست الذين لم يستطيعوا أن يعملوا بشكل جاد. لو بقي أسامة السعدي لاستطاع خلال هذه الفترة تقديم العديد من اقتراحات القوانين الاجتماعية الحياتية، كونه محامي يعمل يعيش هموم شعبه، نجح في تمرير بعض القوانين. ومش بالصدفة أنه بعض القوانين اللي كان فيها بادر إلى سنها تم سنها ما بعد استقالته من الكنيست، وظل يتابع هذه الإجراءات. كان برلماني ممتاز، لكن هذا الأمر لا يعني، وهذا مربط الفرس، لا يعني أنه العربية للتغيير تخرج من إطار القائمة المشتركة في هذا التوقيت بالذات، في ظل الهجمة العنصرية على جماهير العربية، في ظل حالة التشرذم الذي يسود وسطنا العربي، وفي ظل وجود أحزاب جديدة بالمركز. وإلى أي مدى سيؤثر، بذات السؤال، لأي مدى سيؤثر هذا الأمر على مصير القائمة المشتركة؟ يعني أنا أقول وشهدنا هذه الحالة قبل 3 سنوات في انتخابات 2015، قد تكون هذه مناورة من قبل الحركة العربية للتغيير. انظر إلى كل الحملات الانتخابية وكل الجولات الانتخابية التي كانت التي خاضتها الحركة العربية للتغيير. الحركة العربية للتغيير الدكتور أحمد طيبي يتميز في أنه آخر واحد من يتفق ويصل إلى اتفاق مع مركبات القوائم الأخرى، سواء كان في تحالفه الأول مع التجمع، ومن بعدها الجبهة، ومن بعدها القائمة الموحدة، ومن بعدها في القائمة المشتركة. هو يتبع طريقة أنه يناور إلى الدقيقة 90. هذا الأسلوب أيضا اتبعه في الانتخابات الأخيرة عندما عقد مؤتمر في الناصرة. كان هناك إشكالية في موضوع القائمة المشتركة، وبالتالي هو دخل إلى القائمة المشتركة. أنا أقول وبصراحة الحركة العربية للتغيير يحق لها ومطلبها مطلب شرعي، ولكن أنا لا أقول أنه المطلب نعطي إحنا فقط شعار الشعب يقرر. أنا أقول المفروض يكون في تمثيل أكبر من واحد من 11 في التركيب القائم، لأن أثبت وجودها الحركة العربية للتغيير خلال هذه الفترة. أثبتت إلها كوادر، إلها بناء، إلها مؤيدين، إلها جمهور. نشاط البرلماني للنائب أحمد الطيبي والنائب السابق أسامة السعدي أثبت أنه الشعب يريد تغيير نوعا ما، ولكن هذا التغيير بحاجة إلى صقله وبنائه بشكل تام. هذه الانتخابات لا يمكن أن يكون الشعار الذي اتخذته الحركة العربية للتغيير الشعب يقرر، لأنه لم تضع آلية، وضع آلية من هذا القبيل بحاجة إلى متابعة، بحاجة إلى دراسة، والموضوع يبدأ من ثاني يوم انتخابات، مش
شهرين أو ثلاثة أشهر قبل الانتخابات. نعم تفضل. إذا عدنا فعلا للقائمة المشتركة منذ بدايتها، أولا أنا دائما أدعي أن عندي جملة في السياسة دائما أقولها، وهي تعريف السياسة بالنسبة لي who gets what and when، يعني من يحصل ماذا ومتى. القائمة المشتركة كفكرة سياسية حسب هذا التعريف كانت رائعة، مشتركة الأحزاب، هو ماذا حصلوا، اشتركوا في داخل قائمة واحدة، متى، في ظل حكومة يمينية متطرفة. في العامين الأولين كان عمل القائمة المشتركة جيد، في العامين الثانيين كان في هناك أزمة كبيرة جدا. كان متوقع، أنا شخصيا كنت أدعو للقائمة المشتركة. في آخر سنتين القائمة المشتركة خذلت الجمهور، يعني كان في هناك صراعات شخصية زائد، وبحكيها بكل صراحة، لا أعتقد أن هناك أكثر من 50% من أعضاء البرلمان كانوا مهنيين في عملهم. هناك أعضاء برلمان يجب أن يكون هناك مكاشف، ويجب أن يعلم الجمهور من يعمل ولم ومن لم ومن لا يعمل. الآن لننتقل حسب تعريف هو جيتس وات أند وين إلى خطوة أحمد الطيبي. هو أحمد الطيبي ومازن غنايم وناصرتي جيتس وات، هم بدهم إنهم يعملوا انفصال عن القائم المشترك للذهاب بقائمة. الخطأ تبعهم اعتقادي كان بالوين، التوقيت كان سيء بالنسبة لأحمد الطيبي. كان على أحمد الطيبي أن ينتظر أسبوعين آخرين ليرى إلى أين تجري المفاوضات مع لجنة الوفاق مع الأحزاب، وبعدها لكي يعرض أمام الجمهور أنني حاولت يا جمهور العزيز. الآن انتبه، أنا بتوقع وأريد أن أحدد ذلك وأقولها أيضا دائما هذه النقطة، في هناك تغيير بالسياسة العالمية والتغيير في السياسة المحلية هنا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لقضية المصوت المواطن. المواطن زمان كان نوع، يعني كان مجند، مجند للانتخابات لحزب معين، يلا كل البيت بيصوت جبهة، كل البيت بيصوت تجمع. اليوم الإنسان في رأسه هو كائن حي سياسي بحد ذاته، كل إنسان هو حزب. وبالتالي ما أريد أن أقوله هو كالتالي، خطوة أحمد الطيبي بالذهاب إلى قائمة لوحده ستأتي أو ستجلب له أصوات، ليس فقط لأن الناس فقط تحب أحمد الطيبي، إنما هناك ناس ضد القائمة المشتركة، هناك ناس ضد حنين الزعبي، هناك ناس ضد عملية باسل غطاس، هناك ناس لا يرون بأيمن عودي مناسب لقيادة القائمة المشتركة، هناك ناس لا يرون بمرشحين من الحركة الإسلامية مناسبين. وبالتالي إذا سألنا حنا السؤال، يعني تعال نحكيك على سبيل المثال، في 60,000 مؤيد لأحمد الطيبي على الصعيد الشخصي، في 15-20,000 صوت لمازن غنايم، في بالناصر 15-20,000 صوت طالع، في طبعا احنا كنا نحكي عن 110,000 صوت، 110,000 صوت ثلاث مقاعد. اذا احمد الطيبي بسقط لا يعبر نسبه الحسم ويصل الى 120,000 صوت، من يتحمل المسؤوليه؟ هل احمد الطيبي ام القائمه المشتركه؟ القائمه المشتركه ستتحمل المسؤوليه. احمد الطيبي سيدعي ويقول هياني انا جبت مزبوط ما عبرتش نسبه الحسم، ولكني اخذت ثلاث مقاعد وانا طلبت منكم مقعدين باول 11. صحيح. الخطوه الاخيره، الخطوه الاخيره في الخطوه الاخيره نطيب بعدين نحكي النقطه الاخيره. الجماهير وقياده الجماهير بشكل عام تحاسب من سقط، وهذا التاريخ يعني عندما يراجع. حتى لو 130,000 أنت جازفت في 120 أو 130 أو 140,000 صوت، يعني في الانتخابات الأخيرة إلي شاي سقط في 123,000 صوت. صح بس باسل، يعني هاي الانتخابات نسبة الحسم في ناحية الأصوات تتحدث عن حوالي 142,000 صوت اللي أنت لا عشان نخرج من هاي الأزمة شو نعمل باسل؟ حتى نخرج من هاي الأزمة أنا بقول يجب أن يجلسوا قادة القائمة المشتركة بعد القائمة المشتركة، أنا بقول القائمة العربية للتغيير، تعالوا آخر توزيع. أنا بقول الحركة العربية للتغيير مطلبها شرعي بزيادة تمثيلها، لكن على حساب من؟ على حساب من؟ بجرأة بجرأة على حساب فراس، في حدا بده يدفع ثمن. أنا أقول إنه يجب أن يكون هناك محاصصة، يجب أن يكون هناك توزيع عادل للتشكيل، قد يكون على حساب التجمع، لأن التجمع أنا أحكيها بصراحة في الفترة الأخيرة في الدورة الأخيرة له تراجع في دوره في حضوره في وجوده. الحركة الإسلامية أيضا أخذت كثير. أقول هذا بصراحة لأن أعضاء الكنيسة التي تم اختيارهم لم يكونوا على كفاءة مهنية بشكل يمثل الجماهير العربية في اقتراحات قوانين في تمثيل كافي. هذا الأمر اللي اكتسبه أحمد الطيبي واكتسبه لكن أسامة السعدي، ما ذكره أبو عماد قبل قليل، ربما هناك نوع من المنطق ما يتحدث عنه الطيبي، وهو يعي بأن لديه شعبية حقيقية، وهو يعتمد على أيضا على ما جرى في الانتخابات المحلية. هناك طلب، دعنا نقول وأنت ذكرت لك، هناك طلب شرعي وصادق بأن ربما وفق شعبيته ممثل أو ممثلين داخل القائمة المشتركة لا يتناسب أو لا يتواءم مع ما يريد الطيبي. يعني أنا أقول شعبيتك حتى لو ناس بتحبك وبتأيدك كشعبيا، أنت يعني مش نجم إعلامي أو مش نجم مغني،
بس هي السياسة تصل أنت تجوز الانتخابات انتخابات 60 عضو كنيسة في البرلمان الإسرائيلي ماشي. لم ينتخبهم إلا شخص واحد ماشي. من ليبرمان ومن من هتنعاء ومن جماعة لبيد ومن جماعة كحلون وشاس ماشي. هذا يختلف عن الوسط العربي. ما بقول أنا لأن الوسط العربي حتى تخرج أنا بقول لك هي إنه ممكن يكون النائب أحمد الطيبي وأنا أقولها أراه أكثر نائبا فعالا وأكثر نائب له حضور وله تأييد، ولكن هذا التأييد المعجب أنا أسميهم المعجبين. المعجبين قد تجدهم من مصوتي التجمع ومصوتي الجبهة ومصوتي الحركة الإسلامية، وقد تجدهم مصوتي الحركة الإسلامية الجناح الشمالي الذي لا يخرج للتصويت. هذا لا يعني أنه يصوتوا للحركة العربية للتغيير، وهنا الفرق أنه بين معجب أو مؤيد بمن يخرج لا بصوته. بدك آلية عمل، بدك نشطين سياسيين، بدك فاعلين، بدك مؤسسات حزبية، بدك فروع، بدك ناس اللي تخرج لتصوت، تخرج الناس للتصويت، ويكون في عندك لكن ناس نشطاء. عزيزي كانت في انتخابات سلطات محلية في أم الفحم وغير أم الفحم، وأنا مثلك يعني تماما، بس يعني على الصعيد الشخصي الانتخابات فيها أمر داخل قلبي. أنا أقول لك تفاجأت في أم الفحم في الجولة الثانية، خرج 75% من الناس إلى التصويت في في الجولة الثانية. يعني أنت كنت متوقع أن نسبة التصويت تكون جدا منخفضة، الناس تخرج للتصويت. اللي عمره 76 سنة اليوم بأم الفحم هو شاب صغير بيحمل حاله وبيطلع لحاله، فيش حاجة حدا يجنده، فيش حاجة حدا يجنده، في حاجة للتجنيد. القائمة المشتركة، إذا أنت بتذكر، هي بدأت تعمل فقط في آخر شهر شباط، أول شهر ثلاث، قبل 17 يوم انتخابات كانت الناس تمشي بالشوارع فيش. أريد أن أقول شيئين اثنين بخصوص الشيء السلبي الداخل فيما يخص أحمد الطيبي. قضية تنازل بالترتيب، يمكن أن نقول ذلك، قضية تنازل جمال زحالقة ثم دوف حنين ثم حنين زعبي ومسعود غنايم ضربت أحمد الطيبي. واضح جدا أن الإعلام وأن الناس بتقول لك يعني اطلع يا في تنازل. هاي كمان دير بالك أنا عشان التجمع، يعني تحدثنا قبل قليل ونوافق على ذلك، كما يبدو الكل يأتي ويقول اليوم أن التجمع شوي في قوة تراجعي، ولكن قضية تنازل فعلا استقالة أو عدم ترشح لمرة أخرى جمال زحالقة وحنين زعبي هو في صالح التجمع. هذا الواقع، الناس بتحب التجديد. هاي النقطة الأولى ليست في صالح أحمد طيبي. نقطة ثانية ليست في صالح أحمد طيبي، وانتبه فراس، بده يروح القائمة لحاله، بده يحط عشرات ملايين الشواكل صح؟ بده يحط مازن غنايم، بده يحط ناصرتين من أربعة، عنده كديش؟ عنده اثنين، عنده هو وسام السعدي. كل اللف والدوران بالاخر هو بنهايه الامر كعربيه ترجعش عنده عاد الاثنين، اعطوه اثنين يعني من اول 11 وخلي واحد التجمع ينزل ل 12، خلي واحد التجمع ينزل ل 12، وخلينا نبلش نشتغل. لماذا لا تمنحوا القائمه المشتركه عضوا؟ القائمه المشتركه، اول سؤال حلو هذا، القائمه المشتركه هي منحته اثنين لحد 12، بس 12 بالتناوب. انا متاكد انه قضيه التناوب هو يريد، يمكن يعني هم قضايا اللعبه السياسيه وقضيه التفاوض، يعني احنا متعلمينها وحتى شفنا بالفيديوهات بليله التوقيع، كانك متذكر زعل احمد الطيبي وحمل حاله ورد طلع ورد رجع. ترى القائمه المشتركه لم تقل له لا، هو يريد ان يضغط على القائمه المشتركه. هو بدا من نقطه بدايه جدا صعبه واستسلم بشكل مبكر. أنا بعتقد من تهمه فعلا، ولكن كمان مرة برد أرجع وبقول يعني انتبه، هذا سيف ذو حدين. إذا ذهبت القائمة المشترك كمان مرة مع الحركة العربية للتغيير ومع أوساط أخرى في معادلة جديدة، يجب إدخال معادلة جديدة. ما بصيرش كمان في رأس أي شخص اليوم أكاديمي، يعني أنا أقول إنسان زميل جدا أعزه، دكتور بروفيسور سعد غانم. سعد غانم ليس جبهوي، ليس تجمعي، ليس تبعي، عم بده يفوت، بده يشتغل بالكنيست، وين دوره؟ من بأي طريقة بده يفوت على القائمة المشتركة؟ يجب أن تفتح القائمة المشتركة أيضا المجال من المكان، تعال نكون من رقم 12 وفوق أو من 13 وفوق، تفتح المجال تلك هناك تنظيم معين أو ديناميكية معينة، فعلا ميكانيزم معين اللي من خلاله هي تسمح أيضا، لأنه الهدف من نهاية الأمر هو رفع نسبة التصويت ورفع نسبة التصويت. يجب أن تعمل، إذا كان في هناك قائمة مشتركة يجب أن تنهي القائمة المشتركة عملها، يجب أن تنهي كل أمورها خلال أسابيع، لا يوجد هناك أي وقت. أنا أتحدث دائما عن قضية التوقيت، عن قضية أنه أنك ما ظلكش عايش في التمبوراليو، أنك ظلكش عايش في زمنية معينة، خلص أمورك، بلش اشتغل على رفع نسبة الحسم، رفع نسبة التصويت، يجب رفع نسبة التصويت. نحن أمام حكومة يمينية كما يبدو ستبقى أيضا أخرى كمان أربع سنوات، يعني الأمر ليس بأكيد. تفضل. في هذا الباب بود أوضح، ليس من السهولة أنه لجنة الوفاق أو القائمة المشتركة أن تستوعب وجوه جديدة
أو قيادات جديدة، لأنه المركبة الأساسية المركبات الأساسية هي أحزاب، وكل الأحزاب اللي بده يدخل العمل البرلماني يتفضل يشكل عن درعانه ويدخل يخوض نضال في داخل هذه الأحزاب. تكون عنده مرجية لحد 13 يعني أنت بدك فوق 13 لحد 13 لحتى الاحزاب حصلت لحد 13 لحد 13 بس، لكن الاحزاب اليوم كل واحد بده يقول لك انا اذا بدي اعوض حالي، اذا بدي اعطوني 12 او 11 بدي اعوض حالي، مين فلان ومين مش راح ياخذ فوق ال 13 بياخذش فوق ال 13 بدون ايش. كان لجنه الوفاق كان المفروض انه بعد الانتخابات وبعد ازمه التناوب يكون هناك بحث جدي كيف نشكل القائمه المشتركه في الانتخابات المقبله. للاسف لم يكن هذا الدراسة. تسمع اليوم هناك أسماء هنا وهناك، يعني واحد من الأسماء اللي يتم طرحه مازن غنايم ساعة تسمعه مقترح كمرشح في التجمع وساعة مقترح مستقل. التجمع يدعم ترشيحه في إطار المشترك بشكل مستقل، مع أنه مازن غنايم في أحد الدورات كان مرشح بقائمة التجمع. مازن غنايم خسر في الانتخابات المحلية أمام جبهوي، خسر أمام جبهوي. هذه مشكلة مرات، ولكن قد يكون جزء من حل مشكلة تشكيل الائتلاف البلدي في بلدية سخنين وإدراج مازن غنايم في إطار القائمة المشتركة، وبالتالي يكون له دور إيجابي أكثر في ناحية تشكيل ائتلاف بلدي في سخنين. المواضيع معقدة، وأنا أقول المرحلة القادمة الانتخابات القادمة يجب أن تخرج الجمهورية العربية ولتصوت، وهنا هناك مسؤولية على قيادة الأحزاب. نشهد أمس منذ إعلان النائب الطيبي خوض الانتخابات أو عمليا انفصاله عن القائمة المشتركة، قد يكون إجراء تكتيكيا من أجل كسب أيضا القليل من الدعم المالي في التمويل، وقد يكون إجراء جدي. لكن ما نشهده ساحات التواصل الاجتماعي من تراشق التهم ما بين المعسكر المؤيد للقائمة المشتركة والمعسكر المؤيد للنائب أحمد الطيب والعربية للتغيير هو غير شرعي غير صحي، قد يؤدي بالتالي إذا رجعنا على قائمة مشتركة جديدة أن يكون في هناك استياء تام في ممن غير الذهاب في قائمتين سيفتح الكثير من الأوراق وأشياء ستخيب أمل الجمهور وسيؤدي إلى انخفاض في نسبة التصويت في حال نجاح قائمة أحمد الطيبي. نجاح أحمد الطيبي هو مفاجأة كبيرة جدا، نتحدث عن 5 أعضاء، 12 عضو لكل القوائم العربية ناقص 5، بنحكي عن 8 أعضاء للقائم المشترك اللي هي جبهة تجمع وحركة إسلامية. بسألك سؤال، 8 للجبهة والحركة الإسلامية والتجمع قسمها، طيب. 3 الجبهة 3 الحركة الإسلامية 2 الثلاثة خسران. لكن هناك أمر لافت وتحدثت عن ذلك قبل قليل بأن هناك كانت خيبة أمل في خلال العامين الأخيرين بالنسبة للقائمة المشتركة، وما تحدثتم عنه قبل قليل وكأن هناك من يضمن للقائمة المشتركة 13 مقعد أو 12 مقعد في أي انتخابات، وأنت تقول هناك خيبة أمل، من يضمن لك بأن كل ناخب عربي سوف يذهب للتصويت للقائمة المشتركة، خصوصا في خضم الحديث ربما من دخول شخصيات جديدة أو قائمة عربية جديدة قد تفقد القائمة المشتركة ربما 40 أو 50 ألف صوت أو أكثر من ذلك؟ هذا سؤال جيد أخي فراس. في الانتخابات 2013 وأنا بقول لك إياها تحت هاي النسبة مستحيل توصل، كانت نسبة التصويت 54%، في القائمة المشتركة وصلنا إلى نسبة تصويت 63%، من هذا الرقم 82% صوتوا للقائمة المشتركة. هذه النتائج لن تتغير إلا ببعض النسب المئوية، 3% 4% أقل. نتحدث عن كيف الاستطلاعات بتاتي، نتحدث عن 11 مقعد، هي 12 مقعد. وانتبه، في ظل وجود عده احزاب اخرى داخل الانتخابات من اسرائيل بيتينو ومن جسر تبعت اورلي ليفا بكسيس وكثير قوائم صغيره، في حال عدم عبورها نسبه الحسم هذا يعني وصول القوائم الأخرى إلى أكثر من حجمها الطبيعي، يعني ممكن القائمة المشتركة بسبب سقوط 3-4 أحزاب تصل إلى 130 أو 135 ألف صوت ولا تصل إلى 140 ألف صوت، يعني أن القائمة المشتركة ممكن أن تصل إلى عدد أكبر. أخي فراس، القائمة المشتركة يجب أن تغير أسلوبها ويجب أن تقنع الجمهور بضرورة الذهاب إلى التصويت. كيف؟ حينما تتفق بشكل مبكر، حينما تطرح أجندة، حينما تعطي انطباع للجمهور أنك أمام فعلا خطة جديدة. يا عم معارضة من 13 عضو كانت لازم تكلم البرلمان كلب، صحيح تكلم البرلمان كلب، وضع أعضاء البرلمان كل الواحد منهم بيحكي عبراني وكله بيحكي إنجليزي، وكان
كان في هناك نجاح لكن القضايا الشخصية اللي موجودة جوات القائمة المشتركة، قضايا النرجسية أخي فراس، أنا بديش أفوت تحت الطاولة وأحكي لك أشياء معينة. قضايا شخصية في القائمة المشتركة. تذكرت مؤخرا كنت تستطيع منذ البداية القيام بذلك. تفضل بجملتين. أعطيتك كثير. لذلك أنا بقول هناك مسؤولية الجماهير لقيادة القائمة المشتركة لجنة الوفاق بالمصارعة وضع القائمة مطالب العركة العربية للتغيير إما أو لا، والاتفاق سواء إذا في النهاية تم الاتفاق على الذهاب بقائمتين منفصلتين يكون هناك اتفاق فائض أصوات بين الكتلتين، وعلى أساس أنه يكون هناك ضمان أنه لا يكون تراشق تهم، لأنه الجماهير العربية إذا كان تراشق تهم ما بين المعسكرين ستؤدي بالتالي إلى خروجها للتصوير يعني قوائم أخرى عديدة اللي موجودة من لم يبقى لي الوقت، هذه القوائم اللي ستخرج تأخذ نصيبها من القوائم، وجود القائمة المشتركة بشكل معين يحدد من هذه. نعم محمد باسل دراوشي ناشط سياسي شكر جزيلا لك، وأحمد أبو عماد محمد خبير الشؤون الحزبية شكر جزيلا لك. أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام المناظرة المسائية، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.